على قد ما النادي الأهلي حقق انتصارات كبيرة جداً وبطولات عظيمة جداً في تاريخه، إلا أنه ده ما كانش بالساهل، كان فيه صعاب برضو كبيرة واجهت النادي. وده اللي يخليني يمكن أرجع لأحمد، لأن أنت النهاردة أنت حارس مرمى ليك مستقبل واعد، وده بشهادة ناس كتير مش بس والدك. شايف خطوة الأهلي إزاي هتقابلها؟ يعني المشوار ده عايز صبر بالذات ليكوا انتوا في مركزكوا كحراس مرمى، وشايف كمان خطوة تواجدك في الفريق الأول، شايفها برضو إزاي؟ يعني الموضوع صعب قوي، ان يعني تقريبا يعني عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي ان حارس مرمى بالذات المركز نفسه ان هو حارس ناشئ وبعدين يطلع يكمل تدريب وبعدين يلعب. يعني معظم الحراس مرمى الموجودين في النادي دلوقتي، كابتن شريف اكرامي، كابتن محمد الشناوي، كابتن علي لطفي، معظمهم يعني كانوا ناشئين في النادي وبعدين طلعوا خدوا خبرات بره، اعارات او ان هو باع للنادي تاني. معظمهم يعني خد نفس التجربه، اللي انا بطلع بره. يعني النادي الاهلي نادي كبير، النادي دايما بيبقى عايز يكسب. النادي ما بيلعب، يعني بالنسبه لنا احنا تحت، احنا متربيين ان احنا لما نتعادل الماتش ده احنا بنرجع زعلانين. يعني احنا عندنا دايما كل ماتش مكسب، فانا يعني النادي الاهلي كده، فدايما الجول اللي يلعب لازم يشيل، لازم هو يبقى قد المسؤوليه دي. عندنا يعني كابتن، لو هبدا من زمان، كابتن شوبير مثلا قعد 8 سنين احتضر كابتن ثابت، وبعد كده كابتن شوبير لعب وكمل، كابتن شريف اكرامي كان موجود في النادي وبعدين طلع احترف فتره وبعدين رجع على الجونه وبعدين رجع النادي الاهلي. وكابتن طارق تبناه معنويا يمكن. لا مهم فعلا، مهم يا سهام. وكنا بنتكلم واحنا اثناء الفاصل عمليه التحدي، واتكلمنا على نقطه ان لاعب النادي الاهلي ليه خاصيه معينه، مش تقليلا في الانديه الثانيه، لكن فانيله النادي الاهلي فانيله بلغه الكره، فانيله ثقيله. أيوه. ودايما بنقول للولاد الصغيرين اللي طالعين لازم يتعلموا الكلام ده، ان اللي بيمثل النادي الاهلي بيمثل كيان كبير جدا، وممكن يكون لاعب كويس وممكن يكون حارس مرمى كويس، لكن التحديات اللي هيمر بيها في خلال مشواره لو هو مش على قد المستوى هذا القدر من الكيان، اعتقد هتبقى في مشكله. وكلمت مع كابتن طارق وبنقول لاحمد ان وارد جدا انك تكون حارس ممتاز، وارد جدا انك بتحلم انك تلعب وانت عندك 20 سنه 21 سنه، لكن وارد جدا كمان انك لازم تشتغل 5 6 سنين عقبال دورك ما يجي. الخمس ست سنين دي ممكن جدا زي ما بنتكلم، وكابتن طارق قال لي على مستوى اداري، على مستوى لاعب، على مستوى عامل، ممكن يخرج بره القصه دي خالص ويبقى بعيد عن النادي الاهلي. محتاجه تحديات، ويمكن كابتن طارق كمان، يعني انت كمان بتنقل الكلام دوت لاحمد. مفيش كلام يا كابتن هاني، زي ما كان احمد بيقول على ان شريف اكرامي يعني كان موجود في الناشئين في النادي الاهلي وخرج سافر بره فتره كده في هولندا، وبعدين لما رجع على الجونه، ولما رجع لعب في الجونه الولد قدم مستوى كويس جدا. شريف ما شاء الله قدم مستوى كويس، وبعدين من الجونه رجع على فين؟ على النادي الاهلي. نفس الحاله برضو بالنسبه لمحمد الشناوي. محمد الشناوي اتربى في النادي الاهلي، اتربى وعنده 14 سنه في النادي الاهلي لحد ما كمل 20 سنه برضو في النادي الاهلي. وبعدين في التوقيت ده كان في الحضري وكان في جوان كتير في النادي، وكان في امير وكان في جوان كتير في النادي، ما كانش له مكان في الوقت ده، طلع بره. ولما طلع بره قعد حوالي 8 سنين او 9 سنين بيلعب. لعب كام؟ اعتقد 5 6 انديه؟ حوالي اربع انديه. يعني راح الجونه وبعد كده طلع الجيش وبعد كده بتروجيت تقريبا الحرس الاول، وبعد كده رجع يعني فضل في بتروجيت حوالي 3 سنين. ولما جبناه من بتروجيت هو استفاد على فكره من الفتره دي، استفاد حوالي لعب مش اقل من 150 مباراه. ال 150 مباراه دول يا كابتن هاني برده خد خبرات، لان اللعب في النادي الاهلي يعني انت ممكن بره النادي الاهلي خطا عندك بيعدي. ده حقيقي، خطا بيعدي، ما بتاخدش بطوله، تطلع رابع، تطلع ثالث، تطلع خامس، الدنيا بتمشي. في النادي الاهلي لا، النادي الاهلي الوضع بيختلف طبعا. انت بتتحاسب على كل كبيره وصغيره في النادي، بتتحاسب عليه ضربه المرمى، بتتحاسب عليه لو طلعت كره غلط، بتتحاسب عليه، لانك المنافس في النادي الاهلي مختلف. فانت ازاي بقى، انت نتكلم بقى على الشخصيه، زائد ان طبعا احنا بنتكلم على ناحيه فنيه طبعا، بيبقى في موهبه، يبقى في مواصفات جسمانيه، ويبقى في كمان بقى الشخصيه. الشخصية في النادي الأهلي، لو أنت عندك شخصية مش هتحمل الضغوط اللي موجودة في النادي الأهلي مش هتعرف تكمل، لأن أول حاجة بتقابلها الضغوط إن أنت معاك منافس واثنين وثلاثة، فإزاي أنت هتقدر تتغلب على المنافس اللي معاك ده وتلعب؟ ده حقيقي. طيب لما يبقى عندك خطأ في مباراة، شوف الدنيا بتقوم ما بتقعدش، فأنت إزاي تتغلب على الضغوط دي؟